عصام عكرماوي موفد بي بي سي إلى هناك. مرحبا بك عصام. بريطانيا لن تكون ممثلة في اجتماع اليوم، في هذا الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد اليوم. هل يعني تأكد حضور كل قادة دول الاتحاد الأوروبي، وما الهدف من عقد هذا الاجتماع الاستثنائي؟ زعماء الاتحاد الأوروبي موجودون هنا منذ يوم أمس، لأن يوم أمس كان يوم القمة والتي شارك فيها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. هي كانت قمة دورية، يعني لم تكن قمة طارئة، لكن الاجتماع اليوم هو اجتماع تشاوري حسب ما قال دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي، الذي قال إنه على الدول الأخرى أن تواصل مشاوراتها وأن تنسق استراتيجية موحدة حول التعامل مع التطورات الأخيرة، وهي الاستفتاء، نتيجة الاستفتاء في المملكة المتحدة حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. إذن هذا هو اجتماع تشاوري لتنسيق المواقف بين الدول حيال هذه المسألة، وأيضا سيتم التحضير نوعا ما إلى مؤتمر القمة المقبل الذي سيعقد في براتسلافا عاصمة سلوفاكيا في شهر أيلول سبتمبر المقبل. طيب، هل هناك اقتراحات معلنة؟ يعني البارحة نذكر أنه في اليوم أول من أمس كان هناك اجتماع بين فرنسا، ألمانيا وإيطاليا في برلين. هل هناك تنسيق بين هذه الدول، وهل هناك اقتراح معلن ربما للخروج من هذه يعني الضائقة التي ربما عصفت بالاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه؟ هناك تنسيق للاستراتيجيات، لكن كما قيل بالأمس هنا، أولا على المملكة المتحدة أن تفعل البند 50 من معاهدة لشبونة. لن يكون هناك أي مفاوضات حسب ما قالت المستشارة أنجيلا ميركل مع بريطانيا قبل أن تفعل هذا البند. هذا البند هو الطريقة الرسمية التي تعلن فيها المملكة المتحدة عن عزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. إلى أن يتم تفعيل هذا البند وتتقدم لندن رسميا بهذا الطلب، فلن تكون هناك مفاوضات معها. البريطانيون يحاولون البحث عن إشارات كما قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالأمس، من أن بريطانيا لا تريد إدارة ظهرها للاتحاد الأوروبي. هناك واقع جديد، المستشار ميركل قالت نحن نحترم القرار الديمقراطي، ولكن علينا الآن أن نتعامل مع الواقع الجديد، لأننا كسياسيين لا نستطيع أن نمضي الكثير من الوقت ونحن في حالة حزن وأسف. طيب، بالنسبة لرئيسة الوزراء الاسكتلندية كانت ترغب، وهي نيكولا ستيرجن، ترغب بأن يكون هناك مفاوضات بينها وبين الاتحاد الأوروبي ربما للبقاء. هل تستطيع بالفعل ذلك، وهل هناك من إشارات إيجابية لتلقف هذه الدعوات منها؟ ميركل ستجتمع مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ومع مارتن شولز، لكن دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي قال أنه لن يجتمع معها لأن ذلك ليس بالأمر الصحيح. هم حتى الآن اسكتلندا طبعا يؤخذ بعين الاعتبار أنها جزء من المملكة المتحدة وأن الأغلبية فيها لم تصوت مع الخروج. نيكولا ستيرجن قالت أنها تريد أن تؤكد على هذه الحقيقة، وهي موجودة هنا للحفاظ وحماية مصالح اسكتلندا التي يريد غالبية سكانها البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. لذلك هي حضرت إلى هنا لإثارة هذه المسألة، وهي قالت أن الطريق ستكون صعبة وطويلة في المفاوضات المقبلة حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واسكتلندا طبعا هي جزء من المملكة المتحدة، لكنها تريد أن يكون لاسكتلندا وضع خاص. حتى الآن لم يكشف عن هذه التفاصيل باستثناء ما قالته ستيرجن. المسؤولون الأوروبيون طبعا التقوا بها، وهناك العبارات الودية وما شابه، ولكن لم يعلن بشكل رسمي عن خطة خاصة باسكتلندا في هذا الوقت. البارحة كان هناك جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي حضرها نايجل فارج، يعني رئيس حزب الاستقلال البريطاني. كان هناك جدل في هذه الجلسة بينه وبين جان كلود يونكر. بالنسبة لهذه الجلسة، هل هناك من تصريحات يعني لافتة صدرت بعد هذه الجلسة أو قرارات، بما أن يعني هي ما كانت طبيعة هذه الجلسة؟
هي جلسة عادية، كانت جلسة استثنائية بالأمس للبرلمان الأوروبي، معروفة مواقف ناجي الفراج. هو يطالب منذ دخوله البرلمان الأوروبي بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو كان من أوائل الذين قالوا إن وجود المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي يفقدها رموز السيادة وما شابه ذلك. وجوده بالأمس كان مثار جدل في الاتحاد، رغم أنه عضو في البرلمان الأوروبي، يعني من حقه أن يحضر هذه الجلسة، ولكن واضح أن جان كلود يونكر كان منزعج من مواقف ناجي الفراج وغيره من الذين يطالبون بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لذلك حصلت هذه المشادة إذا شئت بينهما في جلسة الأمس. أشكرك من بروكسل عصام عكرماوي موفد بي بي سي، وسنكون معك في نشراتنا القادمة.